أهل بيت عليه السلام من خدمتنا بيش قرية فيل تود معصومين عليه السلام كربلاء شهيدون خدمت ما بطور حديو بيش قرية فيل أنا معبود عظيم هستيوني خدمت ما أهديان وثواب بيش کرواتي جي ثواب أمن حاصل تيو چه اي ثواب تمام مهم مؤمنات من خدمت ما بخشي سين اللهم صل على محمد وعلى محمد. أنا ساكي جي لوكو الدنيا ما نتي ريا أنا جماعت ما تي سارا نيك كاريا كاريا چه مثلا مسجد ني تعمير كراوي حسيني هول ني تعمير كراوي اي تمام مرحومين أنا جي لوكو نا مرحومين جي لوكو تعمير كراوي اي لوكو نا مرحومين અને સાથે જે લોકોએ તામીર કરી એ લોકો આ દુનિયામાં નથી. આ દરેક માટે એક વખત સૂરે અલહમદ અને ત્રણ વખત સૂરે કુલ હુવલ્લાહની તિલાવત કરી અને એમને યાદ કરી. وبكل جزء من القرآن جزاء اللهم ارزقنا بالألف ألفة وبالتاء بركة وبالتاء توبة وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالساء ثوابا وبالجيم جمالا وبالهاء حكمة وبالخاء خيرا وبالدال دليلا وبالزال زكاة وبالراء رحمة وبالزاء زكاة وبالسين سعادة وبالشين شفاء وبالصاد صدقة وبالضاد ضياء وبالطاء طراوة وبالزاء زفرة وبالعين علما وبالغين غناء وبالفاء فلاحا وبالقاف قربا وبالكاف كراما وباللام لطفا وبالميم موعظة وبالنون نورا وبالواو أسلا وبالهاء هدايا وبالياء يقينا. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وارزقنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا قراءتنا وتجاوز عنا ما كان في تلاوة القرآن من خطأ أو نسيان أو تحريف كلمات أو معوذ ضيعها عن مواضعها أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته عليه أو ريب أو شك أو سهو أو سوء الحال وتعجيل عند تلاوة القرآن أو كسل أو سرعة أو زيغ اللسان أو وقف بغير وقوف أو إدغام بغير مدغم أو إزهار بغير بيان أو مد أو تشديد أو همزة أو جزم أو إيراد بغير ما تطبط أو قلة رغبة أو رهبة عند آيات الرحمة وآيات العذاب. واغفر لنا ربنا واكتبنا مع الشاهدين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن و
وزين أخلاقنا بالقرآن ونجينا من النار بالقرآن ودخلنا في الجنة بالقرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر منيسا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا فاكتبنا على التمام وارزقنا أداء بالقلب واللسان وخذ بالخير والسعادة والبشارة من الإيمان وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد مظهر لطفه ونور عرشه سيدنا محمد وآل محمد وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.